الاسم ثلاثي محمد عثمان ابراهيم. طبعا النهارده شرفنا الكابتن محمد عثمان ابراهيم الملعب، واتفرج على المباراه بين نادي 6 اكتوبر والطحانون. اتفضل يا كابتن، رايك ايه بقى في الماتش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا شايف الماتش النهارده ماشي كويس، تعليمات الكابتن اشرف، والفرقه النهارده فيها روح، فيها تنافس، وكسبانين 3-0، وكل لعيب بيلعب كوره بسرعه، والنهارده فرقه واحده فعلا. وطبعا كانت تعليمات الكابتن اسامه محمود للكابتن اشرف ان عايزين نشوف الفرقه دي اقوى فرقه النادي اللي جاي ان شاء الله، لان هي دي اللي بتغذي الفريق الاول. طيب عايز تقول حاجه بقى للنادي انه يهتم بقى بالولاد الناشئين، لان النادي عندنا عنده عناصر تلعب اهلي وزمالك مرتاح، بس لازم يبقى فيه اهتمام بيهم شويه. يعني لو اهتموا بيهم عندنا احسن ملاعب، نادي الزمالك نفسه ما بيمتص بالملاعب دي، ونادي الاهلي ملاعبه الاساسيه فريق نصر، فاعتبر النادي ده اساس للعيبه والاساس لكل حاجه اللي تجذب بعد كده لعيبه الاهلي والزمالك. هي تعتبر ثروه للنادي، ثروه جامده، ثروه يعني ممكن تدخل دخل جامد جدا للنادي في بيع اللعيبه، في بيع فالمفروض ان النادي يهتم بلعب كره القدم ويعتبرها الاولى عن اي لعبه، لان اللعبه دي بتجيب موارد للنادي. صح كده كابتن؟ وحضرتك يعني اشرف على الفريق الاول، وعارف قد ايه الفريق الاول محتاج اللعيبه دي كلها، ربنا يبارك فيهم ويبص له بس على مجلس الاداره بنظره الاولاد ليه. وخصوصا النهارده كم في الشهر؟ النهارده 11. 11 ولحد الان مفيش كور اتواجدت في البتاع من اول السنه، واحنا بنقول يا جماعه كور وادوات. خدوا قرار فوق ان يبقى في 30 كوره خلال الاسبوع ده. موجودين في المخازن بس لغايه دلوقتي ما اتسلمتش. عايز تقول حاجة للعيبة النهاردة؟ اللعيبة فرحانة في النتائج. حي النصر كويس على فكرة جامدة، سفير الطحانون تطور المنافس في اكتوبر ان شاء الله. الحمد لله. احنا متشكرين يا كابتن، متشكرين.